المؤتمر الصحفي. الصورة تردنا الآن من قاعة المؤتمر الصحفي. الرئيس ماكرون يدخل برفقة الرئيس نيتشيرفان بارزاني. إذن إلى هناك، وسأكون معكم في الترجمة الفورية للمؤتمر الصحفي. نعم. إوارتان باش. خوشحالين ك لهولير پیشوازی لسروک ماکرون دکی رئیس ماکرون بناوی باسم گلی کردستان، کردستان بگرمی نرحب بحرارة بجنابكم الى العراق والى اقليم كردستان. جنابي سروك، سيادة الرئيس، اهلا وسهلا بكم. في الاجتماع الذي عقدناه اليوم تحدثنا عن العلاقات الثنائية بين الجانبين من الناحية السياسية والأمنية بين فرنسا والعراق وإقليم كردستان، كما تحدثنا عن آخر المستجدات في المنطقة والتوقعات حول المستقبل، وتبادلنا الآراء حول هذا الموضوع. شددنا على ضرورة توسيع رقعة العلاقة بين الجانبين والاستمرار بالدعم الفرنسي لإقليم كردستان وللعراق، وخصوصا في الحرب ضد إرهابي داعش. وفي هذا الوضع الحساس، وفي وضع يمر به العراق بوضع حساس وهو مقبل على الانتخابات الخامسة لانتخابات مجلس النواب، فإن زيارة الرئيس ماكرون إلى إقليم كردستان والعراق تؤكد على استمرار الدعم الفرنسي للعملية الديمقراطية في العراق وفي إقليم كردستان. نحن نقدر هذه الزيارة ونشكر هذه الزيارة أيضا سيادة الرئيس. أنتم كان لكم دورا كبيرا ومهما وحاسما في جمع القادة السياسيين في مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد. شكرا جزيلا لكم لهذه المبادرة ولدعم سيادتكم إلى العراق. نتمنى أن تكون نتائج هذا الاجتماع مدعاة للاستقرار والسلام في العراق ولشعوب المنطقة وبشكل عام. نقدر كثيرا دوركم في تقريب وجهات النظر بين المتخالفين، ونتمنى لكم النجاح. نود أن نشكر موقف الرئيس ماكرون في حل المشاكل والمشاكل المعقدة التي مر بها إقليم كردستان في عام 2017 مع بغداد، وفتح الباب الدبلوماسي أمام إقليم كردستان. نحن نقدر تعاون سيادتكم، وبعد هذا الموقف بدأنا نحن مع بغداد مباحثاتنا ومفاوضاتنا. نحن في العراق نحتاج إلى مساعدتكم لمواجهة إرهابي داعش، والذي ما زال يهدد إقليم كردستان والمنطقة ويعد عدوا رئيسيا، وما زلنا بحاجة لمساعدتكم لتقوية الديمقراطية والمؤسساتية والإصلاح والتطور والتقدم، ونحتاج إلى مشاركتكم ودوركم في تطوير العديد من المسائل، ومنها مسألة التعايش المستمر بين المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والقوميات والمذاهب الأخرى. نحن نتطلع إلى العمل المشترك بيننا وبينكم كقوة مهمة ومؤثرة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. أنتم لكم دور أساسي ورئيسي على مستوى المنطقة في مكافحة ومحاربة الإرهاب والعديد من القطاعات المهمة، وخصوصا الاقتصادية والعلمية والصحية والقطاعات الأخرى. إقليم كردستان يستطيع أن يكون شريكا أساسيا ومهما لفرنسا، وأن تشاركوا أنتم أيضا في تطوير أعمال ومشاريع والمشاريع التي يقوم بها إقليم كردستان والعراق. أيضا تستطيعون أن تشاركوا وبقوة في هذه المشاريع، وفي إقليم كردستان سنقدم لكم كافة التسهيلات المطلوبة. مرة أخرى شكرا لكم سيادة الرئيس، وأهلا وسهلا بكم في إقليم كردستان. شكرا لكم.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et votre accueil. Et merci pour l'échange que nous venons d'avoir avec vous, avec Madame la Présidente du Parlement, Monsieur le Premier ministre, les vice-présidents, vice-premiers ministres et ministres ici présents, que je remercie à nouveau pour l'échange et la nature des sujets que nous avons pu évoquer ensemble. C'est pour moi vraiment une grande joie d'être à vos côtés et parmi vous à Erbil aujourd'hui et depuis hier soir, parce que c'est une belle manière de conclure cette visite en Irak et, comme je m'y étais engagé, je ne la concevais pas sans cette étape au Kurdistan. Vous savez, il y a une amitié un peu particulière entre la France et le Kurdistan. Le peuple kurde et le peuple français ont ce lien. شكرا جزيلا لكم سيادة الرئيس. سعيد جدا بتواجدي هنا في إقليم كردستان منذ ليلة أمس. أتواجد في أربيل. أربيل مدينة جميلة جدا وهي تمثل نموذجا مهما للتطور في العراق. لدينا علاقة قوية، صداقة خاصة بيننا وبينكم في أقليم كردستان. فرنسا تفتخر بعلاقتها مع أقليم كردستان، وهذه العلاقة تعود إلى فترة قرار 688 لعام 1991 عندما دعمنا شعب كردستان في تلك الفترة، عندما ساعدنا أقليم كردستان في ضد الدكتاتورية. السيدة دانيا الميتيران أيضا سطرت قصة مشرفة في دفاعها الإنساني عن كردستان. بالإضافة إلى ذلك، هذه القصة الخاصة التي نتشرف بها أصبحت مثالا يحتذى به في تقوية العلاقة بيننا وبينكم. بالإضافة إلى ذلك، المعارك التي خاضتها قوات البيشمركة والقوات العراقية ضد الإرهاب قوت من هذه العلاقة بيننا وبينكم. وأود أن أقول هنا، هذا النضال الذي نخوضه ضد الإرهاب قوى العلاقات بيننا وبينكم، علاقة الصداقة بيننا وبينكم، وأنا مؤمن بأننا نفتخر ومؤمن بهذه الصداقة وأفتخر بها، ونتمنى أن تستمر وأن نستمر في حربنا ضد الإرهاب. أكدت أيضا للقيادة الكردستانية وطمأنت الرئيس بارزاني بإخلاص شعب فرنسا لشعب كردستان وتعاطف هذا الشعب للاستمرار في الحرب ضد إرهابي داعش، ولكي نضمن أن لا يعود داعش مرة أخرى إلى العراق، لأن هذه الحرب مرتبطة بأمنية المنطقة بشكل عام في العراق وفي إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك، الدعم الفرنسي والتعاطف الفرنسي لجميع القوى والأطراف التي تؤمن بالديمقراطية والتي تحارب الإرهاب. إقليم كردستان قدم نموذجا إنسانيا عظيما باحتضانه للنازحين من المسيحيين والإيزيديين وكافة الأديان الأخرى، بالإضافة إلى احتضانه لعدد كبير من اللاجئين السوريين. فرنسا كانت مستمرة في الدعم والمساعدة، وبالتأكيد في الأيام القليلة القادمة فرنسا سوف تستمر في استمرارها لدعم مستشفى ضحايا القصف الكيميائي في حلبجة. ستستمر مساعداتنا وسيستمر دعمنا، محاولاتنا أيضا ستستمر. ويوم أمس أيضا أكدت للسيد رئيس الوزراء العراقي بأننا سنحاول وسنبذل جهودنا لتقوية التعاون والتنسيق في خدمة المصلحة العامة، وخصوصا بأننا نحاول دوما ونعمل دوما على مساعدة النازحين واللاجئين. فيما يتعلق بموضوع سنجار أيضا، تحدثت مع الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين، كلنا نحاول في إطار واحد لخلق جو يساعد على عودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم. وفيما يتعلق بالمسيحيين أيضا، نحن نؤكد لكم وللحكومة الاتحادية بأننا سوف نقدم ونبذل قصارى جهدنا
ولن ندخر جهدا في مساعدتهم ودعمهم. وحول الموضوع فيما يتعلق بغرب كردستان أو كردستان سوريا، سنكون معكم لدعم كافة المساعي السياسية والدبلوماسية لعودة اللاجئين إلى مناطقهم وخلق جو ديمقراطي حر في هذه المنطقة وخلق السلام في هذه المنطقة. نحن مع أمن واستقرار المنطقة، نحن مع إحلال السلام في هذه المنطقة، سلام إقليمي بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين في هذه المنطقة. لذلك أنا أكدت للمشاركين في مؤتمر التعاون والشراكة بأن هذه النتائج التي ستنبثق من هذا المؤتمر يجب أن تكون مساعدة لدعمنا في محاربة ومكافحة الإرهاب ومواجهة الإرهاب، ودعمنا ومساعدتنا في كافة المجالات التي تهم هذه المنطقة. أتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج مهمة وأن نراعي خصوصية الكرد ودور الكرد. سعدت جدا بتواجدي مع الرئيس نيتشيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، شكرا جزيلا لكم، وفي مستقبل قريب نخطط أن نجلس مع قوات البيشمركة ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى مع أصدقائنا وسندعم من أصدقائنا الكرد في كردستان. شكرا لكم سيادة الرئيس، شكرا لكم.